السلام عليكم ورحمة الله. كنت واجه الآن في شارع الهجرة وكيهدموا بعض الفنادق من أجل التوسعة كما كتلاحظوا الآن. والآن من شارع الهجرة إن شاء الله غادي نتوجه لبيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام إن شاء الله. هذا فندق الأرض المتميزة اللي في المسفلة في شارع الهجرة، وكاين كذلك فندق الأرض المتميزة في جرول، يعني قريب الأبراج الكسوة وقريب الأبراج تيسير. هذا فندق الأرض المتميزة كما كتشوفوا، كيوجد قدام الدفاع المدني وقدام البريد السعودي. هذا البريد السعودي اللي بغى يصيفط يعني الأغراض ديالو للمغرب، يعني كيشحنوا 10 كيلو و20 كيلو و30 كيلو. 10 كيلو تقريبا ب 252 ريال، و20 كيلو ب 374 ريال، و30 كيلو ب 472 30 كيلو ب 472 ريال. وطبيعة الحال ممنوع السوائل. هذا هو السجر، آخر سجرة. هناك كاين شارع إبراهيم الخليل، وهذا فندق برج الضيافة. هذا كوبري المسفلة، القنطرة ديال المسفلة هي هذه. هنا كذلك كينزل كيهدموا بعض الفنادق. هنا كاين فندق سيف التوبة الفوق، هو هذاك اللي كيبان آخر شيء.
هنا كاينه واحد السويقه صغيره نحاولوا نديروا عليها اطلاله. كاين كذلك جزار هنا. وهذا الشارع حتى هو كيخرج لابراهيم الخليل، كيخرج شارع ابراهيم الخليل، لكن حنا غنبقاو ماشيين مع شارع الهجره حتى نخرجوا في ساحه الحمام ومن بعدها المسجد الحرام ان شاء الله. هذه هي ساحة الحمام، الناس كيصليو هنا، كيصليو مع إمام الحرم من هنا، لأن كاين السماعات ديال الحرم واصلين حتى لهنا. وهذا شارع إبراهيم الخليل. الناس الآن في اتجاه المسجد الحرام باش يصليو صلاة المغرب. Thank you.
فهذا شارع إبراهيم الخليل، وهذا من هنا شارع الهجرة.